انه اشتهيت شي مرة نسافر ما معنا كل هالغراض. جماعة سافرنا شهرين بالصيف نفس الكمية، مسافرين 10 ايام نفس الكمية، مسافر 3 ايام نفس الكمية. عن جد؟ سألوا تالين. انا بس بدي افهم هدول العالم الاجانب بيروحوا مثلا 10 ايام ياخذوا شنطة وحدة، نحن بنروح يوم واحد ناخذ 10 شنادة، كيف؟ كمان هن هدول العالم الاجانب بيشوفونا نحن الاجانب انه الله كيف شو بيسووا بكل الغراض؟ ليكو 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 قد ايه في غراض معنا ليكو كل هدول. اترك الابواب مفتوحة ليكو. قبل ما اطلع بالسيارة بس اخبركم، شفتوا السيارة شو صارت نظيفة؟ والله ايدي استوى حبيبي. اي لاف يو حبيبي، اي لاف يو. شوف مبسوطة؟ والله كله تمام، يلي ما شاف الفيديو الماضي رسمنا على السيارة هون كلها 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 عبيناها 32 لون، فإذا ما شفتوا روحوا شوفوا. مو بس هون، هون وهون 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 وهنيك. عن جد؟ ايه بس ليك نطفت ما أحلاها، شكرا للمقالب اللي أنا بعملها. ليتس جو تأخرنا. هلا الكل. اخ والله مبخشة داني شبه اليوم، متحمس أنا، متحمس كثير. يا جماعة نحن فعليا كثير متأخرين، بس حابة أقول لكم نحن وما رح تتوقعوا لوين، انه احنا مسافرين على لبنان عند اهلي. لاشرح لكم بسرعه انه انا اليوم نازله عند اهلي، واخيرا بعرف انكم مصدومين انه شو جاب هلا انه كذا وهيك، بجوج عنده عطله طويله، فهلا رايحين عند اهلي. اهلي ما بيعرفوا بشي، رايحه افاجئ اختي، تعرفوا انه اختي حامل، فالها اكثر من شهر انه معقول ما تنزلي قبل ولادتي، ومعقول ما ادري شو. طبعا اختي لتالين بدها اياها تنزل قبل ولادتها وبولادتها وبعد ولادتها وكل شوي، عرفتوا هيك بدها. اختي لانه حبيبه قلبي. اوكي فتخيلين انه هي ما بتعرف انه نحن اليوم رايحين مفاجاه، والله ما عم صدق، ما تخيلوا قد ايه متحمسه ومبسوطه. فان شاء الله يا رب يمشي كله مثل ما مخططين له، يا رب يا رب فادعوا لنا نوصل بالسلامه وتكونوا معنا ونشوف اختي. بعرف انه قد ايه مبسوطين انه رح تشوفوا اختي عالين، بس انه قد ايه متحمس رح تشوف بنت حماك. اوكي بس شوف هالسؤال. ليش مو هي مثل اختك؟ لك ما اختلفنا، بس قد ايه متحمس شوف بنت حماك. قبل ما نبلش هيدا الفيديو وقبل ما نروح ونسافر ونروح نجيب جوجي ونروح على المطار، رح اقول لكم انه كمان في اليوم مسابقه وحزوره جديده، اذا بتشاركوا فيها بتربحوا 100 دولار تمام؟ كل فيديو بشهر رمضان اذا الله راد رح يكون فيه حزوره، فيكم تشاركوا فيها تكتبوا كثير كومنتات. صار في فيديوهين يعني مسابقتين كمان لازم تروحوا تشاركوا فيهم اذا ما شاركتوا. حزوره اليوم ركزوا منيح، في شيء إذا بتطعميه بيعيش وبيكبر، وإذا بتشربه بيموت، شو هو؟ عد لهم إياها مشان يفهموها. أوكي، في شيء إذا بتطعميه بيعيش وبيكبر، وإذا بتشربه بيموت. كتير سهل، أوكي؟ كتير يعني، كتير، كتير كتير كتير. أوكي يا جماعة قبل ما نبلش الفيديو نروح ناخذ جوجو ونروح على المطار، إذا أنتم جدد على القناة ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. لو يستمتع يلا نبلش. قدي صارت الساعة وجوج وحدة إلا ربع بيطلع من المدرسة. جوج هلا ناطر بالشارع، بيعرف بس تكون تالين معي رايحين نجيبه في تأخير. شو دخل تالين بالموضوع؟ بس بدي افهم، نحن لانه مسافرين ليك متاخرين بالصدفه. ما بعرف وين جوج بده يقعد، ليكو الاغراض فوق بعضها، في عنده محل هالقد قده، يعني ماما بدك تعصر حالك وتقعد. اوكي ليكو وصلنا على المدرسه، ما بعرف وين جوجي وعم بدق لنا كمان. ليكو ليك يلا يلا تعا 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 يوفرني. يا ويلي ماما يلا وين بدك تقعد؟ بس خبرني ماما بدك تصوره. طيب بس بدي اشوف كيف قاعد، كيف قاعد هيك؟ منيحة. يلا ممتاز المحل. يو هيدا كله الوان من امبارح. انتوا شاهدين انه لؤي دايما بيطلعنا على المطار قبل الشحادة وبنتها. هلا بدنا نروح بعد الشحادة. هلا بدنا نروح بعد الشحادة وبنتها. طبعا تالين شو عملت؟ جابت لؤي على المول قبل المطار. يا جماعة في مجنون بيطلع على المول قبل ما يروح على المطار؟ أنا ما عم بدخل بعقلي. أنا انت مجنونه، ناقصني كم غرض لازم عن جد لازم اجي على المول. فهلا وصلنا على المول بس بسرعه خرافيه، يعني لو اي عامل لي تايمر يعني. I feel good. 5 minutes later. طبعا جوجي وتالين عليكم ليكم نزلوا يجيبوا ما بعرف شو هالغرض اللي بدي اياه. ليكم قدامي شوفوا شوفوا ليك وينهم باخر الشارع.
اهلا شو هالصدفة الحلوة؟ ما شفنا شيء يعني على الفاضي النزلة؟ على الفاضي؟ اخرناك شيء طلعي اطلعي هلا اذا رحت الطيارة باكل هواء طبعا باكل هواء والله كثير تأخرنا الله يستر بس يلا يعني لسه في وقت دايما بنطلع كثير بكير وبننطر هالمرة راح اروح على التكي على الوقت يا حبيبي لتكمل معنا واقف السير هون شوف هاي الحساب اللي واحد بيحسبه لما بيطلع بكير على المطار حياتي ليكو عم بيعطينا هون الطريق كله واقف وقلنا اكثر من نص ساعه واقفين بس عم نمشي هيك على البيت فالله يستر عن جد لانه فعليا احنا هيك تاخرنا بس قلي لي مبكر طالع بكير لا ما يعني وقفت... انا هيك انا عم بحكي على فكره لا الشحاده وبنتها تذكرتيها انا راح احشدهم للشحاده وبنتها لانه راح يطلعوا على الطياره وانا راح اطلع السولقه يلا بسرعه دعوا لنا يا جماعه لانه عن جد كثير 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 تاخرنا فان شاء الله يا رب يعني هسه بدنا نروح نصف السياره بباركينج جنب المطار بعدين نروح على المطار يعني ما بعرف يا رب معقول نتاخر لونا وارد ليكي واقف السير واقف السير واقف ليكي في شي 2 3 كيلو واقف السير ليكو لوين واقف السير طب ليه هدوك عم يمشوا ونحن لا لانه نحن على اليمين على المطار هو سير المطار مسكر واو شفت شكرا للزحمه اللي خلتنا نشوف شو هدول هدول سيارات السباق تبع المجانين هدول بيضربوا وبيكسروا بس ما يكون شي مجنون عم يحضرنا بيشتغل بهالقصص يعني اوكي ما بعرف قصة الطريق ما فتح بخبركم يعني بس نحن عم نمشي على البيت الله يطلع بوشنا علقنا بالزحمة أكثر من ساعة والله تأخرنا تأخير فظيع ليكو لؤي هنيك عم بصف السيارة ليكو نزلنا شناطينا هلا رح فوت لجوا طبعا يا جماعة نحن مأخرين كتير كتير على المطار هلا جينا على الباركينج ناطرين الباص يلي بده ياخذنا الساعة على المطار طبعا صفينا سيارتنا وهلا هي السيارة يلي رح نطلع فيها على المطار شو هيدا باص مدرسة يي ليكو شو كبير ورا هي أول مرة بنطلع هيك تجربة يعني عرفتوا؟ لا أنا ذاك الأسبوع طالع بهيك باص أنا من زمان ما طلعت بهيك باص بس أكبر منه بعشر مرة على فكرة دايما بنسافر ودايما بنحط السيارة بمحل وفي سيارة بتجي بتاخذنا على المطار فدايما بتسألوا إنه ليش بنعمل هيك؟ لأنه نحن بعاد بيتنا بعيد عن المطار فالمفروض نصف السيارة بمحل قريب عشان بس نرجع عرفتوا كيف يعني أهلا خلينا جوا قلت لهم متأخرين إي والله متأخرين شايف الباص ما أحلى؟ تعال أقعد جنبنا 99 لا تخاف من البوليس أي لاف يو لازم رئيس الله يبعث لك عروس حلوة وشقرة من كرتون دوس يا شوفي رعلمي لو اي كل الباص لقلنا لحالنا اخذت لكم اياه كامل يعني سكارسة يعني بتريدوا يعني ما خرج حدا يطلع معنا طبعا هلا تحركنا بالباص اوكي بس نحن متاخرين عمليا يعني هلا بدنا ننزل هسه اغراضنا وعربيات وجر ودخول على المطار لنوصل لمحل التشيك ان يعني هي عم اقول لك بتقلع الطيارة ونحن استعدنا ما وصلنا على المطار وحسب اللي بعرفه قبل ساعه من الاطلاع تشيكين بسكر هي عم انا بزمان وصلت معنا بلبنان الطريق مسكر زحمه ودائما بتعلق فيني بالمطار لما بنوصل بكير طب دائما انتم بتعرفوا انه بنوصل قبل الشحاده ببنت هالمره خليناهم يسبقونا وتاخرنا شوي قام طلع الطريق مسكر انا شفته شو شفته شحاده وبنت وقت بسالك مو بدكم تدخلوا ميلينيومات وتجيبوا اغراض وما بعرف شو بس يعني كله ربع ساعه ضلينا بلبنان لا حبيبي ما لها علاقة انا خفتنا فيينا عم يتخانقوا مع بعض انه التأخير من وراء روحتنا على المول ولا التأخير من وراء الزحمة اللي صارت انا برأيي الزحمة اللي صارت لانه عن جد وقفنا اكثر من 3 ربع الساعة صح؟ صح هاستك رحلة بالمدرسة بس المطار كتير بعيد هلا بدنا نمشي عنا مشوى كل وسائل التأخير اليوم ليكو المطار وين في عنا مشوى لا هنيك لأن البوس ما بيطلع لهنيك ليكو هون قديش البجاجة كبيرة 3 طوابق يعني وينك لؤي ضيعته للؤي ما بعرف وين لؤي وين بابا اختفى لؤي طب قلنا نساعدك على فكرة إلي ساعة عم دور عليك لؤي أعطيني وحدة ليش برد برد كثير لؤي عن جد كتار الشناتي والله كتار والله بدك تحكي مع مرتي عن جد مرتك مو مقبولة برد والله ساعده لبابا تعال يلا أنا بجر وحدة أوكي بس نوصل بسرعة لك قد بعيد عنا مشوي بلاوي يلا مامي برد لؤي برد حطيت الجواكي بالشنطة الكبيرة بس مشان ما نحملهم بس ثواني لا لا ما تقعد لا لا ما فينا اوكي تقريبا وصلنا دايما نوصل على المطار بيكون بيان 4-5 ساعات للطيارة هالمرة باقي اقل من ساعة وصلنا شفتوا ما رح نتأخر ان شاء الله يا رب هلا بدي اروح دغري بدي اسال شوف تشيك ان وين مشان نرقد ان شاء الله يكون فاتح لازم نرقد اذا ما بترقد ما بنوصل اوكي شو
قالت لي هون كانوا وهلا تسكر التشيك ان. عم تمزح؟ لا بستلك. ايه وشو بدنا نعمل؟ لولا قلت لك بسكر قبل بساعة. يا جماعة مثل ما توقعت يعني ومثل ما كنت دائما بحكي تأخرنا على الطيارة، التشيك ان صار له 10 دقائق مسكر. شو رأيك أنت؟ لا عن جد عم تحكي ولا عم تمزح؟ حلو المقلام. بالصدق عم بحكي. ايه بس انه قصة ما طارت يعني. ايه تسكر التشيك ان خلص ما بقى في موظف ارضي ياخذ التيكيتات. دايما هي رح اقول لك اياها لك، دايما لازم واحد اي شيء بده يعمله وقته مرتاح. دايما روحوا قبل الشهادة وبنتها. حبيبي ما في طيارة. يا جماعة هلا ما بعرف شو بدنا نعمل، طيارة راحت وتالين حياتي مبروك. ما تصورني معه. شو حبيبي؟ شو؟ خلص خلص هيك يعني بتصير هيك شغلات، خلصنا شباب، تعي لهون. يو جوجي حكيها لماما. شباب لون خلصنا خلص اوكي يا جماعة. هلا اللي صار مثل ما شفتوا انه طيارتنا بالفعل راحت، وصلنا قبل ساعة اقل من ساعة تقريبا على المطار، والفكرة هي انه تشيك ان بيسكر قبل بساعة من طيران الطيارة. فما بعرف هلا تعليم كتير زعلانة يعني، شفتوا انقهرت كتير والله حقها يعني. فبدي اشوف هلا، انا بعد شوي بس رح اشوف اذا فيني لاقي طيران تاني يعني، عرفتوا؟ والله شفت طياره تشيك ان بيفتح بعد ساعه، رح احجز فيها بس ما رح خبرهم، رح روح خبرهم هلا انه خلص يعني انتهى الموضوع وما في طيران. اوكي اوكي يا جماعه، انا حجزت مشي الحال، قدرت لاقي طيران، رحت دغري على المكتب حجزت، هلا بدي روح خبرهم لتالين وجوجي. بس اول شيء رح العب لهم باعصابهم شوي، بعد ما حجزت وبعدين بخبرهم. تفضلوا يلا علبه، ما في طياره. قومي لونا يلا شرب. شو؟ علبه ما في ولا طياره بكره ولا باسبوع، ما في طيران بقى، الدنيا عطله، العالم كله مسافره. لونا الدنيا عطل، العالم كله حاجزه. على كلين في طياره، تشيك ان بعد ساعه، طياره جديده. خسرنا شوي بس ماشي الحال يعني. حجزت لك بعد ساعة حياتي. لا طولي بالك. ميرسي ما بدها والله، ما بدها، انتي اغلى من هيك. وبجوج ليك وكيا شبك طول بالك. حسني قلبي على شو؟ انه هيك رح تعمل فينا. شبك خلص تحكي شوي. مرة شالي قبل الشحادة وبنتها وستة كمان. الطيران مو كتير منيح يعني هالمرة يعني، بس بالزور للإيد. بروح بالسيرفيس. سيرفيس ما في سيرفيس. يلا شو مبسوط؟ ايه طبعا انا خبرتها لتالين هلا الارقام يعني وخسائر، فانصدمت. لازم اهلي يلا يعملوا لنا هيك واو. ايه على فكره الطياره الجديده تبع هلا اللي حجزتها اغلى من الطياره اللي كنا حاجزينها. ايه اغلى لانه عم تحجزي هلا قبل بساعه. اي لاف يو خلص بعد هلا رح نطلع قبل الشحادة. بيوم قبل بيوم رح نام بالمطار بس كنا عم نسافر. شو ابو الجوج؟ انا جاهز. هلا بشرفك لو رحنا على البيت شو كان صار؟ ها؟ تخيلي حالك راجعة، قال رايحة الطيارة وراجعة على البيت. غير انه ما بروح اشوف اهلي وانه انا هيك متفائلة ومبسوطة. للصيف ما رح تشوفيهم؟ كنت متت. غير هيك فكرت انه انا كل هدول اللي ضبيتهم الفاضي. ايه لحتى اخر شيء روح فضيهم. انا فكرت عادي مو رح تفضيهم بس ترجعي من السفر. انا فكرت بشغلتين. شو؟ اول شيء انه ما رح اشوف الين وتاتا وهيك، وثاني شيء انه راح علي اكثر من 10 دقوق فورتنايت. عجبك؟ شو؟ انت مجنون؟ بس استا زعلانة كمان؟ ليه؟ على انه راح تزعلي على الخسارات؟ خسارات كل هالشنط. وينكم؟ شو؟ مبسوطين؟ احلى سفرة بحياتنا. مبسوط ما معنا ولا شنطة يعني، ولا شنطة حطيناها بالطيارة. تيسرت الحمد لله بطريقة يعني مبسطة. شفت منيح راحت الطيارة علينا وحجزنا الطيارة ثانية. شوف هالحكي يا زلمة، لو ما حجزنا الطيارة ثانية كنا رح نضل بإيدنا ثلاث شنات، ثلاث هاند باجز، وتصير الرحلة هيك متعبة. عن جد حرام. ها من هون البوابة يلا. العالم تحلم تجي على اوروبا. ايه اوكي وانا بس اطلع من اوروبا. وانا بس اطلع من اوروبا وتشوف الضحكه من هون لهون. انا بحبها بس عن جد عن جد عن جد يعني، لو اهلي هون، لو حياتنا كلها هون اوكي، بس انه لحالنا صعب. شو ما عم بيطلعوك؟ زعلوا مني؟ هاي باي 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 باي. بس عم بودع طعموني باي باي طعموني.
اي والله يلا حبيبي. ممكن نعجل شوي لانه شكلنا رح نتاخر كمان مره. المره على الجيت. المره يعني ما بيطلعوا بلانا. والله بيطلعوا هدول ما بعرف شو طابع عقلهم عجلوا. الطياره لك لو عطيك التليفون ابو جوج الحماس قديش؟ اليوم بتحبوا لبابا حجز لك غير طياره؟ ايه حبيبي. اوكي صرنا بالطيارة بس ليش معصب؟ ليش معصب؟ وإذا جابوا لك هيدي يعني؟ ما شايفين شكلة قعدتي ولد قاعد الموبايل. أنت شو قلت؟ ولد جابوا له دفتر تلوين للأولاد معصب بده يقوم يقتلها للمضيفة. أنا بروح طيارات وأنا بجيب طيارات. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just المشهد اللي شفتوه هلا لسه ما جوش كانوا مصوروا بهي الطريقه، كان حاطط الموبايل هون ومسكر هاي وعامل تايم لابس فمصور هيدا المشهد هذا. ليكو شو حضرت له هون، يلا حل لي هدول كلهم. اوكي ليكو هلا نزلنا ترانزيت على اليونان. هلا نحن باليونان باثينا. على فكره اثينا من احلى المدن. قلت لها تعالين شي مره بدي اجيبها مشوار لها. بتعرف شو بحسك بس تمسك الكاميرا؟ شو؟ دليل سياحي. يا جماعه ملون شافت يعني البيست بليس يعني. انا ما بعرف ليش فيكتوريا سكرت ما في عنا. واو. ما بعرف يعني هلا منيح باليونان حطينا معناتها حطها مرتبه هلا هالحكي. 5 minutes later شوفوا الفرح. لا ورجينا وشك. شوفوا الفرح. شوفوا الفرح على وشي. لانه هلا رح نروح ناكل برجر. لا ما رح ناكل برجر. رح نروح. لا مو طولوا بالكم. طولوا بالكم. لك تعالوا لكم. ما رح احط لك واحد؟ لا لبابا حط له. اوه هيك تكون الملكة؟ والله انا حاسة خدامة عند الملكة، انا مو انا الملكة. شو بدك؟ هذا المطار هلا انت الملكة بالمطار. اه كنت بدي على فكرة ما كنت بدي اترمك بس لانك عملت هيك غدارة. يا جماعة الوقت ما عم يمضى ونحن قلنا قررنا ناكل. قررنا ناكل بس عن جد ليش اليوم الوقت ما عم يمضى ما بعرف. ثانك يو. يعني انه شهيتوني ما مشان شيء يعني. اوكي هلا الطيارة الثانية بدها تقريبا يعني ساعتين او ثلاثة لتطلع. ساعتين ولا ثلاثة؟ ساعتين لهيك رح اقعد منتج لكم الفيديو. بتعرفوا ليه؟ لانه بلبنان ما رح يكون عندي وقت منتج. بلبنان دوب تلحق حكي 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 حكي. اوكي عن جد هلا رح منتج لكم يعني كل شيء عم بتشوفوه هلا او شفتوه لهلا رح يتمنتج هلا يعني بكون انا منتجته. تخيلوا بالمطار وقت الترانزيت. واخيرا الطياره الثانيه هلا بننزل على بيروت. بشوفكم ببيروت.